يقول: في الحج كانت ليلة نبي في مزدلفة في الليالي 9 و10 و11 من ذي الحجة، وليس بمنى بسبب أن الحملة التي ذهبنا معها كانت مجهزة الصيام بمزدلفة. وحينئذ أشكل علينا هذا الأمر، إذ أننا لم نبت بمنى. ما هو توجيهكم لنا للحال ما ذكر؟ وهل يلزمنا شيء بالنسبة للحج، علما بأن الحملة هي المتسببة فيما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرا. إذا لم تحصلوا على مكان في منى فإنكم تنزلون في أي مكان تيسر قريبا منها مع الحجاج. فإذا كنتم نزلتم في مزدلفة مع الحجاج وأكملتم مناسككم فإنكم لا تؤاخذون بما لا تقدرون عليه من المبيت بمنى لعدم وجود المكان. نعم.